نعم السعودية وتونس غادروا، لكن غادروا ببصمة إيجابية أنك تفوز على أحد المرشحين بالدرجة الأولى، وبنفس الوقت تختم الدور التمهيدي وأنك تفوز على بطل العالم. تونس على فرنسا، لكن كان عندها نص على قولتهم الصلاحية، والصلاحية الثانية كانت عند استراليا أمام الدنمارك. طبعا أول شيء قلت لك المنتخب التونسي يعني فوز بس من غير طعم، يعني على كلام الناس. المنتخب الفرنسي طبعا مشارك بالتشكيلة الثانية، يعني عرفت شلون، مطعم بالفريق، فمو التشكيلة الأساسية لعب فيها. المنتخب التونسي حاول يعني وجارم منتخب فرنسا صراحة، وتسجيل الهدف يعني من وهبي الخازري هو اللي سجل هدف بلعبة ملعوبة يعني. نعم. إيه نعم. طيب لكن على قولتهم النص الثاني ما بين استراليا والدنمارك هم اللي كانوا قاعد يتحكمون بمصير تونس، وهذا أتوقع شعور جدا كان سيء يعطي الأعصاب دبل حق لاعبين تونس، لكن سووها استراليا وطلعوا تونس. والله الأمانة تونس اللي ضيعوها على نفسه. اليوم لعبتهم مع استراليا كانت من المفترض حسابيا على الورق وحسابيا على المستوى الفني إن هناك تقارب، هناك أيضا أفضلية تحط في مصلحة منتخب تونس، لكن لم يستغل هذه الفرصة، وبالتالي هذه الخسارة كانت سيئة جدا بالنسبة للمنتخب التونسي، ما استغلها واللي كان مع هذا الفوز أمام فرنسا متأهل بأريحية. اليوم منتخب الأسترالي يلعب على مستوى الإمكانيات المتاحة له، نعم. دفاع منطقة ثم تحولات، ويستغل الفرص ويستغل الأخطاء، وصار أمام تونس وصار أمام أيضا حتى مع فرنسا وربع ساعة سجلوا هدف في نفس الكونسبت، لكن طبعا المنتخب الفرنسي وايد فرق عليهم فنيا. لكن قاعد أشوف أستراليا أنا كنا الحصان الأسود، الله يستر على الأرجنتين. عيال بولندا والأرجنتين، بولندا ابتسمت لهم على قولتهم فارق الأهداف، صح. مقابل الأرجنتين اللي بلش يصحى صحوة وردت فعل تخرع، يعني بداية متأخرة هذه أسميها أنا. خسارة المباراة الأولى راحت منها 3 نقاط، بس عوضها مبارتين ب6 نقاط. يعني الفريق البولندي يعني محظوظ صراحة، طلع من البطولة بخسارة، يعني خسر من الأرجنتين 2، وهم تأهل بفارق الأهداف أتوقع. نعم. لا بفارق نقطة. لا لكن هدف صفر. بس هدف سالم الدوسري هو اللي عطى الفارق أكثر حق بولندا، وتأهل يعني بالنهاية بولندا والأرجنتين يعني. والمكسيك طلعت برا الحسبة يعني على طول، مع أن المكسيك أمس نقدر نقول سيطروا على مباراة السعودية. نقول طبعا قلت لك حق منتخب السعودي هذا الأداء نقدر نقول اللي كان طوال البطولة، لكن يعني أنا أشوف السعودية لو مفوزة على الأرجنتين ما واصلت هذه الصحوة. بالمقابل لول يعني على قولتهم الأرجنتين مارست صحوتها بسبب خسارتها من السعودية، يعني ممكن يرتبطون ببعض. الهزيمة أعطت دافع قوي للمنتخب الأرجنتيني، والمنتخب بقيادة ميسي محتاج أنه يعني يثبت ثقته مع الجمهور، وكانت دائما تصاريحهم في الفترة الأخيرة أنه لازم تثقون فينا، نحن لن نخذلكم. الطريقة اللي لعب فيها منتخب الأرجنتيني أمس هي اللي كان المفروض يلعب فيها أمام منتخب المكسيكي. الأمانة لغاية دقيقة 60 مع منتخب المكسيكي كان في شكوك أنه منتخب الأرجنتيني ممكن يتأهل. أي صح. قدرة كبيرة من منتخب المكسيكي على الضغط اللي طبقها اليوم على المنتخب أمس، عفوا على المنتخب السعودي. نعم. أجبر المنتخب السعودي أنه يتراجع إلى حد ما، أعطى فرصة مثل ما المنتخب البولندي يفعل. المنتخب البولندي يسهل امورك شويه في انك انت تصل لمناطقه، فاليوم المنتخب الارجنتيني استغل هذه الفرصه اللي يقدمها لك المنتخب البولندي، وضغط من اول دقيقه وقدر انه يسجل الاهداف، وبالتالي عزز موقفه في المباراه. لكن يعني كنت اتمنى المنتخب المكسيكي يتاهل على اقل تقدير، لانه صح كلنا كنا نتمنى المنتخب السعودي، لكن الظروف ما سمحت. في المقابل في نفس اللحظه تحاس يعني تقوم تفاضل ما بين بولندا والمكسيك، انا اشوف ان المكسيك كان افضل. المشاعر قاعد تختلط، يعني ماكو فايده بهالموضوع، ابي يصير شوي ماكو لازم يخلط لك المشاعر هنا والله. الواحد يتمنى السعوديه لكن ما توفقت، فنبي الافضل في المجموعه المكسيك. المكسيك صح، المكسيك افضل من بولندا. حلو. بلجيكا وكرواتيا فريقين احرجوا نفسهم وحطوا نفسهم بموقف بايخ، ممكن واحد فيهم يودع البطولة واحد فيهم يصعد. صح. طبعا المباراة كرواتيا وبلجيكا الفريقين ما أدوا الأداء اللي أهل الفريق تقول إنه والله لا هذا. وين شايف السبب ليش طلعوا بهالصورة؟ كرواتيا وصل نهائي وبلجيكا مصنف عالمي. يعني أعطيك أنا مثال، المنتخب البلجيكي لوكاكو قاعد يقول ان احنا فريقنا اول مره تحوشنا هذه ان الفريق فيه مشاكل. نعم. وايد مشاكل، فهذه المشاكل اثرت على الفريق
اثرت على الفريق بشنو؟ بالنتائج. نعم. فهذه هي كرواتيا من فريق كامل يعني اسامي يعني كاملين. نعم. بس المشاكل اللي قاعد تصير داخل الفريق هي اللي احرجت الفريق بالنتائج. المغرب مع كندا، اتوقع المنتخب المغربي اكثر منتخب موضح حق الناس انه عنده ملامح التاهل. والله شوف اليوم كندا اتوقع هي راح يكون مفتاح المجموعه. شون؟ يعني كندا اذا لعبت بنفس القوه ونفس النسق اللي قدمته امام كرواتيا وامام بلجيكا قد تحرج المنتخب المغربي في موضوع انه يعزز موقفه في المجموعه. لكن اليوم الحلو في الموضوع ان منتخب الكرواتي يبي يفوز وايضا منتخب بلجيكي يبي يفوز، فاي فوز منهم راح يسهل مهمه المنتخب المغربي، وان شاء الله المنتخب المغربي سيستطيع تخطي هذه الازمه. وتوقعات كرواتيا والمغرب، كوستاريكا والمانيا واسبانيا واليابان، مجموعه غريبه، تخسر 7، يابان يفوز على المانيا، يرجع كوستاريكا يفوز على اليابان، المانيا تعادل مع اسبانيا، مجموعه يعني نقدر نقول اتوقع الله يعين الناس اللي بتغير من مباراه لمباراه. لكن ابي اتكلم عن كوستاريكا والمانيا، شنو ممكن السيناريو اللي حدث في هذه المباراه؟ انا ما اتوقع فيها مفاجات المباراه هذه، يعني النتيجه رايح حق المانيا، المانيا يحاولون يصفون الصوره اللي طلعوا فيها من اول مباراه ضد كوستاريكا. كوستاريكا فريق يعني فريق ولا 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 شوطه من برا 18 على الفريقين اللي لعب ضد اليابان ويا اسبانيا، فاتوقع ان هذه المباراه منتهيه حق المانيا. السيناريو ممكن يصير ترى خبيث، شنو؟ المنتخب الاسباني لو هد المباراه حق المنتخب الياباني يتاهلون هم الاثنين، مطالب المنتخب الالماني في هالحاله يسجل 8 اهداف على كوستاريكا عشان يقدر يتاهل. حلو. على حساب منو؟ حلو. على حساب اسبانيا. هنيك السؤال، يعني اسبانيا والمانيا من مباراه لما نشوف المجموعه انها مباراه تحصيل حاصل الى مباراه صار عليها طلب. صحيح. صار عليها طلب. قاعد اقول لك في سيناريو ممكن، ما ادري اذا هم ممكن يعني يوصلون لهالمرحله من يتوبكونها مع بعض. اذا المنتخب الاسباني هدي المباراه، مو هدي المباراه يعني تراخى في اللعب عادي، لعب الصف الثاني. هذا السيناريو كاس العالم تعود عشان يطلع منتخب مثل المانيا كمنافس له في البطوله. صح. ممكن تصير في الحاله هذه، منتخب الماني مطالب بثمان اهداف عشان يقدر يتاهل. عاد هذا السيناريو تعودنا عليه، برازيل النرويج شفنا بلاوي قبل. صح. هذه لكن دامنا على قولتهم المغرب بعيد عن هذا الموضوع، على قولتهم كيفهم، على قولتهم حط حيلهم بينهم في النهاية. يعني كانت حلقتنا اليوم مناقشة عن 8 مباريات، الجولة الأخيرة فعلا قاعد تحمى المنافسة ما بين جميع المنتخبات. اليوم إن شاء الله توفيق إن شاء الله المغرب العربي ويعلن تأهله للدور 16 بعد خروج تونس والسعودية من البطولة وقطر، لكن يبقى إن شاء الله المغرب العربي هو المفتاح العربي الوحيد اللي تمسك فيه الأمل. إن شاء الله. شكرا على خير.